مرحبا بكم على قناة أجديري فيتنس. عضلة الترابيست من أصغر العضلات التي يحتوي عليها جسد الإنسان، وهي من أكثر العضلات التي تمنح الجسد مظهر متناسق وقوي. لذلك في هذا الفيديو سوف تتعرف على أهم 6 تمارين لتضخيم عضلة الترابيست التي تربط بين عضلة الكتف والظهر بالإضافة إلى الرقبة. قبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما لنا، إذن على بركة الله. إذن القاعدة في هذا الفيديو لعب أقل تكرارات هو 10 و5 مجموعات في التمرين، ويمكنك اختيار 3 تمارين في هذا الفيديو للعبها في آخر حصة، ولضمان نتائج سريعة تكفي مرتين في الأسبوع، وعلى بركة الله.